عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل في تمارين الشيت النميري، ولدينا هذا التمرين الذي طرح بجامعة تنمسان سنة 2023. يعني هذا التمرين مع الحل مصدره من جامعة تنمسان، وجزاه الله خير الأستاذ الذي وضع هذا التمرين مع الحل. تلاحظون هنا لدينا هذا التمرين اي ان معرفة بالعلاقة التراجعية ان زائد 1 تساوي 2 ناقص 1 على اي ان، واي 0 يساوي 2. نفس الأسئلة تتكرر كما تلاحظون هنا، كما رأينا في الامتحانات المعروضة الأخرى الموجودة في القناة. إذا أولا برهن أن اي ان أكبر شيء من واحد، مونوتون كونفيرس ثم لا ليميت. إذا سنقوم بعرض الحل وفهمه مع بعض. أولا نستعمل بار ريكيرونس، برهن بالتراجع. لدينا اي 0 تساوي 2 و 2 أكبر من واحد معناه محققة. ثانيا نبرهن ان اي ان زائد اكبر من واحد، نفرض ان اي كا اكبر من واحد صحيحه، ونفرض على ان زائد واحد اي كا او اي ان نفس الشيء. نعم قلنا ارتأينا ان نضع الحل الرسمي حتى نكون على استعداد الامتحانات. هنالك طريقتين، سنستعمل الطريقة الثانية، يعني أفضل الطريقة الثانية. ماذا لدينا؟ اي ان أكبر من واحد، يعني فرضنا اي ان أكبر من واحد، معنى أن واحد على اي ان أصغر من واحد، أمبليك أن الناقص واحد على اي ان أكبر من ناقص واحد. نضيف اثنان لجميع الأطراف، أمبليك ماذا؟ اي ان زائد واحد أكبر من واحد. فرضنا اي ان أكبر من واحد، ووجدنا اي ان زائد واحد أكبر من واحد، إذا هي صحيحة عن طريق الطريقة الثانية. وهنالك طريقة أخرى، من يريد رأيته يوقف الفيديو. الآن إلى كونكليزيون، معناها ماذا؟ أن اي ان أكبر من واحد حسب برهان بالتراجع، كلك سواء ان ينتمي إلى ان. نعم نحن نشرح باختصار. أولا سؤال ثاني قال ادرس لا مونوتون، معناها أن نقوم بحساب اي ان زائد واحد ناقص اي ان. دائما يأتي سؤال برهان بالتراجع وبعد بالتراجع وبعد ذلك مونوتون. لا مونوتون يعني نستفيد من سؤال سابق. إذا لدينا اي ان زائد واحد ناقص اي ان ماذا تساوي؟ تساوي 2 ناقص 1 على اي ان ناقص اي ان. توحيد المقامات نجد تساوي ناقص اي ان مربع ناقص 2 اي ان زائد 1 على اي ان، وتساوي ناقص اي ان ناقص 1 كل مربع على اي ان. معناه ماذا؟ تساوي ناقص اي ان 1 مربع على اي ان. اذا هذا دوما موجبا. لماذا؟ لان اي ان مقام اي ان اكبر تماما من واحد، والموجب في الناقص يعطينا سالب اصغر من الصفر. معناه ماذا؟ معناه ان اي ان اي ديكروسونت، ستريكتومون ديكروسونت، اذا متناقصه تماما. ما دام راهي متناقصه ومحدوده من الأسفل بواحد، فماذا نقول؟ أنها كونفرج. ما دام راهي كونفرج فإن لا ليميت اي ان تساوي ال، وكذلك لا ليميت اي ان زائد 1 تساوي ال. للإيجاد ال كما عرفنا نقوم فقط بتعويض هنا ال وهنا ال وإيجاد ال. إذا بعد التعويض ال ماذا لدينا؟ ماذا نجد؟ سنجد ال تساوي لا ليميت اي ان زائد 1 ان زائد ملايين، وتساوي لا ليميت 2 ناقص 1 على اي ان. معناتها ال يساوي ال يساوي مباشرة، يعني مباشرة ال يساوي 2 ناقص 1 على ال، وهذا ماذا يكافئ؟ ال مربع يساوي 2 ال ناقص 1، وهذا يكافئ ال ناقص 1 مربع يساوي 0، اي ال يساوي 1 يساوي 1. اذا تلاحظون ان هذا التمرين كان عليه كم؟ 6 نقاط، مثله ما طرح في جامعة تيارت وجامعة سطيف لسنة 2023. اذا نفس هذا سنة 2023، والتيار الذي طرحناه سابقا هو كذلك 2023، تقريبا نفس منهجية الأجوبة. إذا هذا هو الحل لتمرين السويد نيميريك. إذا شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.